المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أعلى هيئة تشريعية في الصين والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين يعقدان دورتيهما السنويتين في بكين. يقوم المشرعون والمستشارون بتقييم أداء البلاد وصياغة القوانين وتنقيح السياسات التي سترسم مسار حملة التحديث المستمرة في الصين. تستضيف بكين مجدداً الدورتين السنويتين حيث تقيم الصين ما حققته من إنجازات وإلى أين ستتجه بعد ذلك. انضموا إلينا حيث نقدم لكم أبرز الأخبار والتحليلات لجدول أعمال الصين في تغطيتنا الخاصة للدورتين السنويتين هنا عبر CGTN.